نحن الآن في حي المغيني وسط مدينة المخا بعد سيطرة الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف على مدينة المخا بشكل كامل. جولتنا اليوم سنخصصها للحديث مع أهالي المخا، هؤلاء الناس الذين عاشوا في ظل حصار وحرب متواصلة ومواجهات مستمرة ولم يستطع أحد الوصول إليهم، لم تصلهم مواد إغاثية، لم تصلهم مواد طبية، حتى المياه كانت تصلهم بصعوبة أو حتى بعض الأحيان لا تصل إليهم المياه. هذه هي بقايا منازل أيضا لسكان مدينة المخا. هذه المنازل كانت مواقع عسكرية ومتارس لميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح، مما اضطر طيران التحالف لقصفها واستهدافها بشكل متواصل. سنتحدث هنا مع بعض الأهالي هنا في حي المغيني، اسم الحي المغيني. المغيني. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت من أبناء حي المغيني. أيوة أنا من أبناء حي المغيني. إذن صف لنا وضعكم. وأوضاعنا الآن مأساة يعني شديدة الآن بالحصار، محاصرين نحن لنا أكثر من 10 أيام يعني من بدء لا وصول لأي مأوى. الآن بعد الآن الطريق مفتوح. الآن الطريق مفتوح ولا يوجد لأي إغاثة الآن وصلت إلينا أبدا. طيب أبرز ما عانيتموه في ظل والله أشد المعاني، يعني معاني منهم بتمركز في بيوتنا، كانوا الإنقلابيين تمركزوا يعني في بيوتنا ويقولون لنا يا تنزحوا يا سوف نقتلكم نحن، يعني طلبوا منكم طلبنا أن ننزح بالغصب بالقوة يعني بالأمر الجبري، يشتحون ننزح ونترك بيوتنا، ونحن رفضنا لكي نخاف من التلغي، نخاف يعني بيوتنا، نترك بيوتنا ونرحل إلى أين؟ لا يوجد لدينا مال لكي نرحل بأل ننزح، لا يوجد لدينا أي معونات، لا يوجد لدينا يعني محاصرين كنا بشكل عنيف جدا. هل مدينة المخا لا زالوا السكان في أين أي أماكن لا زالوا؟ يوجد الآن سكان يعني في العروق، في القعدي موجود سكان، في المغيني في برضه يعني موجود يعني أهالي يعانون الآن من عدم وجود الغذاء، عدم وجود أشياء كثيرة، الطب إذا أحد يعني مريض لا يوجد علاجات، لا يوجد أي شيء الآن. أنتم الآن على الجزيرة مباشر، أي رسالة تحبون توجيهها؟ أن نهب رسالة للجميع يعني الآن أبناء اليمن يعني أنهم الآن لا وجود لأي يعني المقاومة أجت يعني رحبت بنا يعني بدون أي، كان يقول أنهم يذبحون أنهم يقتلون، والمقاومة والله أجت يعني طيبين جدا وجدنا وناكل معاهم الآن وتغديت الآن، أنا حتى الآن أنا تغديت مع المقاومة يعني. شكرا جزيلا. أيضا ناخذ الأخ، السلام عليكم. المهم الحمد لله ان شاء الله بخير، واصحاب المخادم مغيني بخير برضو الحمد لله، وان شاء الله محاصرين و بعد فتح الطريق وفك الحصار الطريق مفتوح. نحن الان وصلنا هذا الخط الرئيسي وهذا الطريق ايضا مفتوح، يعني الان هل وصلتكم المواد الاغاثيه وماذا تطالبون؟ الاغاثيه لا اتى لنا ولا حاجه، المهم الحمد لله الدنيا بخير والدنيا المقاومه قاعد دخل معانا ومشي امل يا غاثة عادي الحمد لله. طيب انتم انت الان ماذا تطالبون؟ ماذا نطالب؟ ان يكون ان شاء الله ترد الاسره وترد الامان، ونطالب الاغاثه انها تيتي والحمد لله وترد تستعمل المخا واليمن بامانها ان شاء الله باذن الله. معك رقد من مدينه المخا من حاره المغيني، نحن فرحين مستبشرين ونتمنى هذا اليوم الذي تدخل فيه المقاومه الشعبيه، نحن الان امنين مستقرين في بيوتنا ولا وناكل ونشرب. وضعكم الانساني وضعكم المعيشي كيف تعيشون؟ سيء جدا من الاول، لكن الان ان شاء الله بتجي كل حاجه ان شاء الله. نتفائل بخير. ايوه نتفائل بخير ونطالب اهالينا يعني اللي خرجناهم يعني رغم ان اخرج من بيتك ولا اقتلك داخل بيتك. الذي قال لهم ذلك؟ هذا اللي الحوثة وال يعني غصبوه. ايوه اخرج من بيتك ولا بعنا عزك الله القراطيس حق الحرمات ورحنا نزحناهم الى خارج المنطقه المدينه. كما يقول هنا الاهالي انهم عاشوا وضعا صعبا في ظل حكم ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح ارغمتهم على الخروج من منازلهم، اما ان تموت او تفرغ منزلك حاليا لكي تتمركز فيه هذه الميليشيات، فاضطر التحالف لقصف المنازل. ايضا ناخذ هنا عدد من الاهالي. السلام عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله بخير الحمد لله ماشي الحال. اذا كيف الوضع؟ والوضع الحال حتى الان تمام الحمد لله. يعني اسال اليوم عن وضعكم الانساني، نسمع عن مدينه المخا، المعارك في مدينه المخا، المخا محاصره،
وضعكم كيف عشتم؟ عشنا في ضنك خليها على الله بس، المشتكر غير الله مثلا تعبانين آخر والرصاص من كل ناحية ومحك وحنا محك، لكن إن شاء الله دستان نتفاعل بخير. تتفاعلون بخير؟ إن شاء الله. طيب أنت الآن على شاشة الجزيرة المباشر، ماذا تتمنى وما هي رسالتك؟ أتمنى معونة من الجهة المختصة من عند التحالف أنهم يوصلون معونة. معونات؟ أيوة معونات حالة رابحين. طيب بالنسبة للمحلات، للعمل، للشوارع، المحلات مغلقة، الشوارع مغلقة، عمل. ما فيش أي عمل ولا كل احنا واقفين على العمل، احنا صيادين احنا ممددين هنا ما نشتغلش ولا نروح البحر، منعونا من البحر، منعونا من كل مكان، داخل البيوت بس لا نشتغل ولا منعتم من العمل في البحر، منعتم من العمل في البر. طيب تتوقع متى ستفتح هذه المحلات ومتى ستبدأ العمل؟ أنا داعي العلم عند الله. كان الله في عونكم أيضا. أخذ الأخ، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. إذا كيف كان وضعكم؟ وضعنا كان الحمد لله ولا شيء، بس الحمد لله قتل المقاومة الحمد لله، كنا من قبل كم حاصرين، ما فيش غذاء ما فيش. طيب دارت هنا معارك عنيفة، عنيفة جدا يعني، كيف عشتم في ظل هذا الوضع؟ ما شاء الله والله في هذا، لم تهربوا من هذه المنطقة؟ يا أخي ما حد ما معاناش معونة، نحن نخرج نسيب البيت نسيب، ما فيش المادة، أي لكم مال لتهربوا من هذه المناطق. إذا كما نرى عاش الأهالي في مدينة المخا وضعا صعبا، اضطر آلاف الأهالي إلى مغادرة منازلهم لتتمركز فيها ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح، ومن بقى هنا لم يكن لديه خيارا آخر إلا البقاء. يشاهد منزله تتمركز فيه ميليشيا الحوثي وصالح لا يستطيع فعل شيء، كهذا الأخ الذي يحاول الآن إعادة بناء المنزل وبناء الجدار بعد أن كان ثكنة عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح. هذا المنزل الذي نراه الآن أمامنا تمركزت فيه ميليشيا الحوثي وصالح، وأخرجت مالك المنزل من منزله لتتمركز فيه وتحوله إلى ثكنة عسكرية منه تطلق الأهداف وقذائف المدفعية وقذائف الهاون من داخل حوش هذا المنزل، قصفه الطيران. لكن الآن بعد دخول الجيش الوطني للمقاومة نرى هذا المالك أعاد يعيد بناء المنزل ويحمل الأحجار ليعيد البناء من جديد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أنت مالك هذا المنزل؟ المنزل تبع من هذا؟ هذا تبع واحد مواطن. أيوه. يعني رحل لا بلد ثاني. طيب. هو وقهاله وامه ولا. يعني خرج من هنا. ايوه خرج من هنا. ها؟ يلا انا انتبهوا على المنزل. وما قود لا عمدوا في هذا العريش. اتمركزوا هنا. ايوه اتمركزوا هنا. ايش يعملوا هنا؟ هذا بالضبط ايش كان؟ هذا كان مأوى لهم. نعم من اجل الشجرة تحميهم من الطيران. ها. ايوه. طيب والان لماذا تحمل الاحجار؟ نحمل الاحجار لكي نعمر البيوت من جديد. ايوه من جديد. تعيدون بناء المنازل. ايوه المنازل لانها تكسرت الطواق والابواب اذا هذا هو الوضع هنا في مدينه المخا. يتفاءلون خيرا، ينتظرون الخير كما كانوا يتوقعون بعد دخول الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه الى مدينه المخا. لا زال هناك مئات الاهالي في عدد من الاحياء هنا في المدينه بعد السيطره الكامله على المدينه من قبل الجيش الوطني مسنودا بقوات التحالف. أيضا لا زالت في مناطق خطرة، مثلا لا نستطيع المرور في بعض المناطق نظرا لزرع الألغام في هذه المناطق. مشاهدي الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية جولتنا في حي المغني وسط مدينة المخا. كنت أنا معكم هشام الجرادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.